teespress.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. أولا كما تعرف الجميع أن المرتبة التي احتلها فريق رجاء الزلال لا تشرف كرة ديال الزلال. فعلا جينا هنايا وعارفين بلا نادي تيزنيت حتى هو في الصفوف الأخيرة. الحل اللي كان عندنا حنا هو كان عندنا خصنا نفوزوا اليوم باش ما كان. الحمد لله أنا يلا تسلمت الفريق هذا الأسبوع هذا ميم با دو جو غادي، والحمد لله بانوا لي الدراري أن فيهم ما يدار، وكان شي شويه خاصهم يجي واحد شي شويه ديال الوقفه في وسط التيران، والحمد لله تأنى داك الشيء. فعلا لعبنا البرومير ميطون اللي كنا نجيريو، انا ما عندي حتى شي فكره على فريق تيزنيت. كانوا عندهم دراري ديال جونيور، كان عندهم مشاكل. فعلا هاد السيمانه هما سمعنا بلي جابوا مدرب ورجعوا الدراري ديالهم، وقفوا لينا الند في الند في البرومير ميطون. حاولنا نداركو في الدوزيام ميطون، بدلنا شويه الخطه اللي كنا داخلين بها، حاولنا نلعبوا على الاطراف. فعلا تأتى لنا سنتراج من أنس معتصم اللي فعلا اللي عطاها سنتراج النبقي اللي ماكاها بالراس. زدنا ضغطنا على 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 تيزنيت. الحمد لله كانت فوت من عند الحارس اللي عطانا هدية. سي فغي مامي الكرة هي هدي من ركينا البيت الثاني. حاولنا نرجع الدرين شوية اللور او موان باش يتسارحوا لنا، داروا ان افورت بزاف 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 سورتو ما موالفينش بزاف هاد لي فور هذا. لان راك عارف اول ماتش دابا من شحال هادي ما ربحوش. الحمد لله ماركاو عندنا في البيت الاول. سي فغي شويه طغوا لاشاو شويه الدراري في لا ديفونس، مي الحمد لله على كل حال اللعابه تنشكرهم بزاف.